الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد ومشوار جديد وتغطية مستمرة لثورتنا العظيمة العفوية السلمية. رغم كل المنغصات والآلام وإحنا نعيدها يوميا، لكن لازم نتفائل، يجب أن نستقبل كل ما يحدث لأنه إحنا متوقعينه، واللي سوى بالبداية يشبه ما سوى في النص ويشبه ما راح يسوونه، مع العلم أن هناك تطورات كبيرة على أرض الواقع بما يقومون به من أشياء مخجلة ومعيبة. لكن احنا نضحك نقول خطية، يعني والله يعني هاي شايفين واحد من يوميا يمكن اكررها عليكم، واحد يسحب البساط من تحت اقدامهم، فبالتالي هو يحتار شو يسوي. رغم هذا احنا مستمرين، رغم كل عمليات القتل والاختطاف والاغتيال والترهيب والتخويف، وحتى وصلوا الى مواقع التواصل الاجتماعي وبداوا يغلقون الكثير من الحسابات المتفاعله، لكن احنا نضحك عليهم، تسدون حساب جاي تنفتح بدال 10، تقتلون واحد يطلعون عائلته وعشيرته كلهم، تخطفون واحد احنا نسوي حمله كبيره ونسوي عمليه ضغط وايضا يطلعون اهله بداله، فباي طريقه باي كل الوسائل احنا موجودين ومستمرين وراح نبقى حتى لو يبقى اخر واحد، اخر واحد هم ينطي نفسه فداء لهذا الوطن، وبعد نقول بعد ماكو عراق. لكن لا اعتقد انه تقدرون على ملايين كلها هسه حاليا، حتى المحافظات التي لم تخرج خرجت صمتا خلينا نسميها بسبب التهديدات اللي اجت لهم مبطنه بسالفه داعش وغيرها، هم ويانا قلبا وقالبا، العراق كله حتى اللي داوم اليوم اللي مجبور لانه خاف من موضوع الفصل فهو قلبا وقالبا نيته هو ويانا مع الثوره. ستستمر هذه الثوره وستنجح ولازم نرجع الوطن، وان يعني نقول وان احنا حققنا منجزات كثيره نفخر بها طول العمر. مرحبا رفت. مرحبا ازل، تحيه طيبه لكل متابعي قناه الشرقيه وحلقه جديده من برنامج اهل المدينه. راح نتابع مواضيع كالعاده ايجابيه بحته، انه مليئه بالامل، مليئه بالتفاؤل، مليئه بحتى المسرات، لانه عندنا افراح كثيره جدا تحدث ليليا في ساحة التحرير وفي كل ساحات التظاهر، واحنا ما نريد نسميها ساحة تظاهر بل ساحات الثورة الكبرى اللي مستمرة منذ يوم 25 ولحد هذه اللحظة، بسواعد الأبطال، بتواجدهم، بالثقافة، بالوعي، بالعقول الراسخة بالعلم اللي هي موجودة في هذه الثورة الكبرى، واللي تحاول انه تبقى الثورة مستمرة لحد تحقيق المطالب وبأسرع وقت ممكن. احنا اليوم بنشهد أحداث كثيرة جدا انه بسبب هذه الثوره وهذه الاسباب، انه هي كلها ايجابيه تخلي انه الضغط يكون على الحكومه العراقيه، واحنا ما ايسنا ولا ملينا ولا راح نمل، احنا مستمرين في هذه الثوره الكبرى لحد استرجاع الوطن باسرع وقت ممكن. وما ننسى تحيتنا اللي هي دائما مستمره لكل المرابطين في ساحات الثوره الكبرى، وايضا تحيه حب واحترام لكل الجرحى الراقدين في المستشفيات، وتمنياتنا لهم بالشفاء العاجل والرحمة والخلود لكل شهدائنا الأبرار اللي سقطوا من يوم 25 أكتوبر أو من 1/10 لحد هذه اللحظة، وإن شاء الله الأيام القادمة خالية من سقوط الدماء وسقوط الشهداء على أرض العراق، لأنه هذه الدماء اللي سقطت في العام الماضي راح تزهر وراح تثمر بأزهار جميلة جدا، واللي هي الوعي والثقافة واستمرارية هذه الثورة اللي علمونا إياها الشهداء الأبرار اللي سقطوا في الأيام الماضية. الرحمة والخلود مرة ثانية لكل الشهداء الأبرار. دائما نحكي احنا في بدايه عن التظاهرات المستمره، ويوم امس هناك دعايات صارت كبيره انه ماكو احد بالتحرير وفارغ التحرير، فاجى الرد على شكل عاجل فعلا انه الناس بدت تعزل وتروح، وكانت التفاته ذكي او الفاصل اللي نزل كان ذكي، انه هناك شباب قاعد على اساس يلمون الخيمه ويردون ينسحبون وبعدين نتفاجئ انه هم موجودين بالخيمه. فكرة لازم نعطيها اللي عنده شك قاعد ينزل ويروح ويشوف، فانتوا جاي تزيدون العدد، فشكرا لكم، لانه هناك يعني سرعتهم فضول، قال لك هل فعلا ساحة التحرير فارغة؟ فهو يروح ينزل يطلع عليها يطمئن يروح يشوفه ويزيد عدد. احنا في اللي المساندين احنا جاي توصل لنا مقاطع الفيديو من الناس الموجودين هناك المرابطين، لكن كل ما هنالك الدنيا باردة، فجماعة المطعم قاعدين بالمطعم وجماعة الخيم أو الشباب كلهم لجأوا للخيم، ما يبقون فيها، والناس تجي تزور وتطلع، ف
فهي هاي يعني هسه انتم شو لكم بيها؟ شو لكم بهالسوالف؟ على العموم التظاهرات مستمره في بغداد وفي بقيه المحافظات. صح. اليوم العصيان المدني مستمر، هناك اصرار كبير من الطلبه رغم انه هناك وصلت لنا عشرات الرسائل تهديدات بالفصل، احنا جاي نمشي على دستور، لا اللي يريد يداوم بكيفه، واللي ما يريد يداومها بكيفه، بس بشكل عام بشكل دستوري بشكل نظامي بشكل قانوني ماكو واحد ينفصل، ماكو فد شيء اسمه انا هددك بالفصل او فصلتك، هذا ما يمشي دستوريا، لانه قبل ما يصير موضوع العصيان المدني من اقترحوه اهل الحقوق الحقوقيين والقانونيين قالوا الدستور يقول انت من حقك انه تسوي عصيان مدني، انت ما مخالف شيء، انت قاعد ببيتكم انت طالع متظاهر، انت طالع ثوره، هذا حقك انت كمواطن عراقي حسب ما يمشي بالدستور، حد الان دستورنا ماشي، فماكو فد شيء اسمه فصل، هذا التهديد ما حلو، لا يليق بنا، لان انت لازم تحكي لي فد شيء دستوري، والدستور يقول ماكو فد شيء اسمه فصل. واحدة من الرسائل وصلت لنا معهد الفنون الجميلة الدراسة المسائية فصلوهم، احنا عندنا واحد اثنين جاي يداومون، بعد هو خايف، هو لا عاش بالوضع، هو من حقه، احنا ما نقدر نسد البيبان، لان اذا نسد البيبان احنا راح نستخدم نفس الاسلوب القديم، احنا ناس ديمقراطيين نؤمن انه البلد حر والكل احنا يعني اهلا وسهلا بالجميع، لكن على ان لا تضايقني لا تظل تحاربني. صح. انا مضرب عن الدوام، انت ما مضرب عن الدوام، داوم براحتك، بس مو تفصلني، انا ما مداوم انا اتحمل الخطا مالتي، بس ما تقعد تهدد والله انا لانه طالب موجود فانا افصل البقيه، انت على اساس هذا يعني الفصل هذا انا من يمني اقول لكم احنا سالنا حقوقيين ما ماشي، فبالتالي لا تخافون على موضوع الفصل. واقول انا للاساتذه للمعلمين للمدراء، انا اعرف هناك ضغوطات كبيره من الوزارات عليكم، التهديد يمكن بسالفه الرواتب الامتيازات يجوز الفصل سوي لكم لعبه اخرى، مو شرط انه موضوع الاضراب، لكن ما حلوه انه احنا نضغط على طلابنا وهم يمارسون حقهم الدستوري والديمقراطي في هذا البلد. البلد كيف اذا هم صدق الحكومه تقول احنا بلد الحريات والديمقراطيات، كل من بكيفه، اللي يداوم عيني بكيفه واللي ما يداوم بكيفه، ماكو وطن ماكو دوام، ماكو وطن اكو دوام، كل من براحته. احنا هسه حاليا لازم نمارس الحريه بشكل كبير، على ان انه ما تجبر ما تفصلني وتهددني وتوصلها مرحله انه تخليني انا اخاف حتى ابقى في بيتي، هذا خطا. اللي يريد يطلع يتظاهر ويشارك في الثوره هذا حق دستوري، لان لو غلط الثوره كان العالم كله وقف ضدنا، حاليا العالم يمكن كان بالبدايه متخوف منا مصدوم بينا، حاليا كل العالم كل الاعلام سواء العربي والغربي واقف ويانا ومع هذه الثوره، مطالبنا مشروعه طبيعيه جدا. انا اعتقد امس اللي ودوا اطفالهم بالمطر يمكن تندموا على اللي شفناه من مناظر مخزيه، والناس تقول لك مو هم ايش عليها التربيه بموضوع المجاري، هي سلسله متصله، انت تضغط على جماعتك، الناس تقول اللي عايشين خارج العراق انتوا اضربتوا عن العمل، هاش دخل بهاي عزيزي، انت من تضرب عن العمل انت تسوي ضغط على حكومتك، اللي يضرب عن العمل هناك هو يعطل نفسه بس، افهموا اللعبه، ما الناس تنزل صور الحصار وتقول يابا مو احنا داومنا ذاك حصار من امريكا من دول 30 دوله غزتك، فانك تفتح حلقك انت داومت ولا ما ذاك يسمونه تحدي، لازم تداوم حتى انت تتحدى وتبني وطنك، انت حاليا انت من ما تداوم انت راح تضغط عليهم وبالتالي تبني وطنك لقدام، مدى 16 سنه مهدوم وطنك. انا ما اعرف انا يا دوام تسالون عن المدارس الطينيه، المدارس الآيلة للسقوط، الماكو رحلات، المحاضرين اللي ما مستلمين رواتب، اللي ما عندكم حتى دفاتر، احنا عايشين على المساعدات، الكويت بنت لنا مدرسه وبقناها وحطيناها كرفان، هواية امور، فانا اتمنى من الناس تكون على قدر كبير من الوعي، انت تفتهم احكي، ما تفتهم سد حلقك، يعني هاي باختصار، على مواقع التواصل الاجتماعي ناس ما تفتهم ورأسا طفرت، انت لو راح تكون طرف ثالث راح تكون مندس، فانت تفتهم بالدستور وبالقانون وبالكلام الطبيعي شاركنا بالحديث، ما فاهم قيمة اللي جاي يسوونه الشباب، رجاء اكرمنا بسكوتك لا تخرب علينا الشغل، هاي رسالة بنفس الشيء كما قال المخرج بس ما اقول لكم ايش قال، فرجاء رجاء اكرمونا بسكوتكم بطريقه مؤدبه، طريقه غير مؤدبه افتهموها شو ما تفتهموها. يا جماعه احنا جاي نؤسس لوطن يمتد على ما راح اقول مئات السنين، خلينا نقول عشرات السنين لاجيال قادمه. هسه الشهرين هاي انتم هسه صار الدوام حلو، يا حبابين ما انتم محرم ردتوها عطله،
ما انتم من تمطر الدنيا تردونها عطله، ما انتم من تصير راس السنه تقولون يا ريت قبلها، انا البث المباشر مو هذا يشهد، هذا يشهد اكو عطله، باشر عطله، حرامات مو عطله، يا السبت ليش مو عطله؟ الاحد ليش مو؟ هسه انتم مو بهم بين عطلتين، من يصير عطله احنا نريد اسبوع قبلها عطله وبعدها عطله، لان تعبانين من العطله، وانتم شنتم انتم ترقصون فرحا وطربا على العطله. هسه صار هالشهرين هاي الدوام حلو، حلو بعينك، حلت المدارس والدوائر بعينكم، عين الموظفين اللي مقاضينها كلها تتريقون وتدقونها سوالف، ومن يجي لكم مراجع تحجون وياه بتك عين. هسه صار الدوام حلو، ما الموظفات خلصتوها اجازه من 4 سنوات، ما صدقتوا طلع هذا القانون، وكلكم الامهات اخذتوا 4 سنوات وقعدتوا بالبيت، مو الرجال، اكثر شيء راح احكي على النساء، لان انا اعرف كثير اخذوا 4 سنوات، اريد ارتاح حتى انام الصبح. يا عيني هسه الدوام صار حلو، احنا لا نضغط عليكم، روحوا داوموا، على ان لا تهددون الناس. اللي يريد يداوم بكيفه احنا في بلد الحريه، والما يريد يداوم بكيفه. اعتقد كل شوي حكيت بهاي المساله، وارجع واقول اكرمونا بسكوتكم يل ما تفتهمون القضيه، يل ما فاهمين وما مقدرين وعارفين احنا شنو جايين ناسس، ناسس الك، هي المشكله انت راح تستفاد ويانا، الك والاولادك والاحفادك قاعد نبني وطن، اتحملوا لنا هالشهرين، انطلنا بعد شهر ثالث، وانا اقول لكم اياها ما راح تضيع السنه، نعوضها لو ندري ندرس نلغي امتحانات نص السنة، والتربية هم خوش لعبتها سوت التث مواعيد للامتحانات، نعوضها لو ندرس نص الليل، لو ندرس الفجر، لو ندرس بعطلة نص السنة، لو ندرس بعطلة آخر السنة، ما تروح هاي السنة، اخذوها من عندي حكاية، ويا رب افتهمتوا. لا أكيد هم البعض منهم راح يفتهم، لأنه احنا دائما ما نقول أنه قلة الوعي تجعل من الشخص أنه يكون مسير وليس مخير، لأنه شي يشوف راح يبدي ينقله، أو شي يسمع أنه راح يبدي أيضا ينقله، وبالتالي أنه هذه القضية اللي احنا دنعاني من عندها معاناة بشكل كبير جدا. يا أخي أنت كون مخير وكون فاهم وكون واعي، ولا أي شيء تسمعه تخليه أنه يزرع رعب في داخلك، وها راح يفصلونا، ها راح يبطلونا، ها ما راح يخلونا نداوم، أو راح يحرمونا من الدراسة حتى بالعام القادم. هذه الأمور كلها اتركوها وخلوا الوعي يكون قائد، مثل ما أنه هذا شعار انتشر في ثورتنا الكبرى، أنه الوعي قائد، وفعلا أنه نريد أنه الشعب أنه يكون أوعى أكثر بكثير من هذه الأمور التافهة اللي يمررها عليه الحكومة في سبيل إسقاط الثورة بأسرع وقت ممكن. ويمكن البعض اللي قال معودين إحنا ملينا وصار شهرين ويمكن راح تستمر وما راح نداوم وما راح نوصل لأهدافنا والثورة راح تسقط، لا ما تسقط، أنتم لو صابرين لو متحملين 10 أيام فقط ماكو دوام من الموظفين ومن المدارس، أنه كان انحلت هذه القضية، وكان أنه صار أكو تدخل أممي بالقضية وانحلت بأسرع وقت ممكن من بهذه الامور. موضوع المدارس اللي فعلا انه هسه صار انه حديث الساعه عند المواطنين، اغلبهم انه الامهات انه ينزعجن من تواجد ابنائهم في المنازل، ها والله شنو انه وكحين، ها طلباتهم كلش هواي، فشلون انا اتخلص من عندهم، لازم اروح للمدرسه واخليهم يداومون. وبالتالي انه كثير من الامهات في اغلب المدارس وصلت لنا رسائل يقولون الامهات هن يجن، ليش انتم ما تخلون الطلاب يداومون؟ احنا ملينا من عندهم في تواجدهم بالبيت، ومسوين هوسه ومسوين مشاكل بيناتهم ويتعاركون، فريدهم يداومون حتى الصبح نخلص من عندهم. وهذه القضيه اللي اذا تاثر بشكل سلبي على الثوره، خلي يكون عندنا وعي، خلينا نتكاتف حتى نبتعد عن كل هذه الامور السلبيه. اذا هددونا بالفصل اوكي، اللي تريد اسويه افصلني، لكن انه الحكومه راح تتغير وراح تصير قرارات جديده، وبالتالي انه انا راح ارجع لدوامي وراح ارجع لدراستي بشكل يومي وما راح اتخلف عنها. واللي يقول لك انه انا راح احرمك وما راح انطيك راتب، لا غصبا ما عليه انه ينطيك راتب، لان هو الراتب ما يصرفه من جيب الخلفه، ده يصرفه من فلوس الدوله وفلوس فلوس الشعب، فبالتالي انت راح تستلم راتبك. هذه الخوف من القرارات الحكوميه اللي هي ما عادت انه تشتغل، لان هم اصلا حكومه بلا شرعيه، فشلون انه قراراتهم انه راح تطبق على ارض الواقع؟ ياما انه احنا حكينا بشكل كبير جدا في الايام الماضيه عن 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 امور وقرارات مجحفة تتخذها الحكومة، وماكو أي نتيجة بهذه القضايا اللي تحدثنا بها. يا ريت يا ريت أنه فعلا أنه نتخلص من كل هذه القضايا. إذا أنت موظف، إذا أنت موظف فيا ريت أنه تحترم الثورة وتحترم الشباب وتحترم الدماء اللي سقطت وتحترم الجرحى اللي موجودين، وتمتنع عن الدوام وتصبر وتآزر أخوتك لكم يوم فقط حتى أنه تنتصر الثورة. والطلاب أو الكوادر التعليمية اللي موجودين بالمدارس، وعد أنه إحنا نوعدكم ما راح يقطعون رواتبكم وما راح يفصلوكم، ثقوا انه ما راح يفصلوكم. حكينا وقلنا انه الاعتصام
او التظاهر او هذه الثوره اللي طلعت هي كلها كافلها الدستور العراقي، فشلون انه يجون يغيروها على مقاساتهم على الاشياء اللي هم يردوها؟ لا تخافون، خلوا الثوره مستمره، لانه احنا انطينا شباب كل هوايه وخسرنا ارواح كل هوايه، وعندنا شباب جرحى بالمستشفيات ايضا بين يوم ويوم او يوميه. بدنا نسمع الشاب اللي سقط في فلان محافظه اليوم استشهد نتيجه تاثره بالاصابه الماضيه، وهذه المواضيع اللي احنا دائما ما نتحدث بها، وهي بها غصه، لانه احنا بدنا نشوف انه الثوره الكل دا يحكي عليها، الكل دا يحاول يسقطها، واحنا متمسكين بدينا وبرجلينا حتى انه بس الثوره تستمر ونرجع الوطن باسرع وقت ممكن. في الايام الماضيه ايضا تحدثنا عن شجره الامنيات وشجره الميلاد اللي هي في كل سنه انه تبدي الناس تحضرها، مو فقط انه الاخوه المسيحيين في العراق وفي العالم انه يحضروها، لا بل كل انه الطوائف تبدا تحضرها من اجل الاحتفال باعياد الميلاد ويوم الكريسماس وراس السنه الميلاديه، لكن هذه السنه اختلفت وبشكل كبير جدا. بدات من الاخوه المسيحيين اللي قالوا انه ما عندنا اي احتفال احتراما لدماء الشهداء، ومن ثم انه الشباب في ساحات الثوره في كل المحافظات العراقيه خلوا هذه الشجره بها امنيات كبيره جدا وعلقوا عليها صور الشهداء حتى انه نبقى نتذكرهم في كل وقت، وتبقى هذه الصور خالده وتبقى امنياتنا انه نتوحد وننتصر بالايام القادمه من اجل دماء الشهداء اللي سقطوا في ثوره تشرين اللي ما زالت لحد هذه اللحظه مستمره. هذه الصور هي مؤلمه صراحه، لانه انت في كل يوم تعرضها تذكر الاحباب وتذكر الاصدقاء وتذكر الناس اللي يعرفوهم بالالم اللي عاشوه بالايام الماضيه، لكن هذا واجبنا انه لازم انه نركز عليه ونخلي كل الناس تتذكر ما حصل في الايام الماضيه. لا يصير عندنا يقولون دائما ذاكره سمكه، اذا واحد انه ينسى بسرعه يقول ذاكرتك ذاكره سمكه، فاحنا ما نريد نصير مثل هذه الذاكره، نريد ذاكرتنا تبقى قويه حتى نحس بالالم اللي عاشوه اهل الشهداء واصدقاء الشهداء واقاربهم واحبائهم، ونبقى مستمرين من اجلهم حتى نثار لهم بانتصارنا بالثوره. هذه القضايا اللي هي فعلا مهمه، يا ريت انه نركز عليها، ويا ريت انه نبتعد عن حتى النشر بالاشياء السلبيه، انه نصور بالليل والشباب نايمين بخيامهم ونقول ها ساحه التحرير فرغت، ولا انه نروح لاماكن ممكن انه بها اعداد قليله من الشباب اللي يمكن بردانين او راحوا ياكلون او راحوا يتغدون، ويقول لهم ها والله شوفوا الاماكن هذه الاماكن فارغه والاعداد قليله جدا، لا الاعداد موجوده ويوميه تتزايد، ويوميه احنا بدنا ننقل صور وبدنا ننشر حتى على مواقعنا الخاصه انه ما يحدث في ساحه التحرير، لانه الاعداد كبيره جدا. ما نحكي لكم عن ساحه التحرير ولا جبل احد اللي تحدثنا به على طوال الفتره الماضيه، لكن انه هسه الشاطئ شاطئ التحرير، روحوا شوفوا الشاطئ بالليل، شوفوا الاجواء مالته شلون جميله، شوفوا تواجد الشباب ايش قد اعدادهم، واللي يقول لك اعدادهم قليله يقول له انت واهم وكذاب، لانه الناس بدها تروح حتى تبقى هذه الثوره مستمره ويبقون متواصلين مع اخوانهم ويأزروهم ويقدمون لهم الدعم والمساعده من اجل استمرار هذه الثوره. صح احنا محتاجين دعم بالمواد الغذائيه للمواكب اللي موجوده اللي تقدم خدمه في ساحه التحرير وفي كل المحافظات العراقيه، لانه قل بسبب تزايد الاعداد وبسبب ايضا قله الناس الداعمين، فاحنا نريد الدعم يرجع مثل ما كان في البدايه، وحقهم يمكن انه اللي كان عنده مبلغ ضامة جوائده صرفها على الثوره وعلى دعم للشباب، لكن هسه قل، يا ريت انه ايضا هم نسوي حملات للتبرع حتى نجمع مره ثانيه ونخلي ساحه التحرير اقوى مما بدت في يوم 25 ونرجع هيبه هذه الثوره حتى انه تكون شوكه بعين الاعداء اللي هم يحاولون اسقاط هذه الثوره باي شكل من الاشكال، لا حكومه انه تقدر لنا ولا الطرف الثالث يقدر لنا ولا ايضا المندسين والجيوش الالكترونيه اللي تحاول اسقاط الثوره وتشويه سمعتها بهذه الالاعيب والاكاذيب اللي يقولوها واللي ينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي. ثورتنا مستمره ودماء الشهداء بعدها لحد هذه اللحظه الشباب يشوفوها والثائرين يشوفوها، ولهذا انه احنا مستمرين في استمراريه هذه الثوره، وان شاء الله الثوره منتصره باذن الله تعالى والنصر قريب، وان شاء الله نحقق المطالب وراح تكون عندنا حكومه قويه تنطي حق كل فرد من افراد الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب بعداله وبمساواه بين كل الطوائف وبين كل الديانات وبين كل الطبقات المجتمعيه. ان شاء الله الخير جاي. يمكن يعني هي مناشدة أو طلب من أصحاب المعامل طالما هم رجعوا مرة أخرى، لا بأس أنه يتبرعون بجزء ما يصنعوه وينتجوه إلى ساحة التحرير ولا الساحات الأخرى، كل مصنع ومعمل الموجود يروح يتبرع، هي هم فرصة أنه الناس تتذوق وبالتالي تساهم في دعم المنتج المحلي. أنت تسوي دعاية لنفسك، أنت هم منطي هم يأكلون
نتساعد، لانه هي مو مثل الايام الاولى، الايام الاولى كان بها عطاء وكرم، هسه شويه الوضع شويه صار اصعب، لكن احنا مثلا امس شفنا هناك مخبز موجود تم بناءه في ساحه التحرير، وانا اعتقد الناس قاعده يعني تسوي المستحيل في سبيل ديمومه هذه الثوره. نبقى احنا مستمرين، نبقى بدعمنا، نبقى بدعائنا، نبقى بتوحدنا، اهم شيء لا تلتفتون للاشاعات والحكي المغرض وتنشرونه، ولا تنشرون الاشياء قبل ما تاكدون 100%، تاكد قبل ان تنشر، انت تكون مسؤول، يعني الاشاعه تنتشر بشكل كبير. احنا هسه حاليا علينا انه نتوحد، اللي يقدر يتبرع يتبرع، واللي يقدر يساعد يساعد، واللي يساهم يساهم، واللي يقدر يروح الى ساحه التحرير او اي ساحه اخرى. كونوا دائما مترابطين، كونوا دائما متوحدين، حتى احنا ما بقى شيء، يعني طالما احنا قدرنا نكسر اول خطوه فاحنا يعني صعدنا السلم، الباقي ان شاء الله يعني كله سهل. طيب، شغله من الشغلات المهمه اللي صارت، اللي هي انا نعتبرها منجز عظيم صار لهذه الثوره، هي موضوع المنتوجات المحليه. احنا كنا نعرفها او ما نعرفها، كنا نشكو انه ما موجوده. واحده من الامور هي المحاصيل الزراعيه، احنا معتمدين على المستورد، احنا اذا ينسد الحدود احنا يقتلنا الجوع، لانه عندنا الفلاح كان محارب، كان محاصر، كان بالعكس اكو تعمد باذيه الفلاح، سواء في اثناء ما قبل ما يزرع في ارضه، وتتذكرون حرب المياه، من زرع ما كل البذور يعني المستلزمات الزراعيه، دعم الفلاح ما كان موجود، الى ان هو يزرع ويكمل ويحصد وينزل للسوق هو محارب. لا بالعكس، يصير هناك ينتظرون ينتهي ينزل محصوله، احنا نفتح احنا المستورد على ابوابه على مصراعيه ونجيبه رخيص ونخلي احنا محصولنا يخرب. وشفنا مره من المرات في البصره تلفوا الطماطه احتجاجا على استيراد الطماطم من ايران. اللي صار هسه حاليا اصحاب المزارع الفلاحين والمزارعين استعرضوا يوم امس محاصيلهم الزراعيه، حتى يذكرون الناس انه ترى لا تخافون، مو بس عبالكم المعامل ومصانع الاشياء المنتجه هي اللي موجوده، وانما ترى العراق بخيرات كثيره، بخيرات رائعه، بخيرات هي من الله سبحانه وتعالى، انه احنا ارضنا زراعيه رائعه، المياه، الجو، المزارع حبه. انا اتمنى هسه حاليا الفلاح اللي هجر هذه المهنه وراح اشتغل في مهنه اخرى، شفناهم راحوا، اللي اشتغل شرطي، اللي اشتغل في حلاق، تركوا هذه، اللي اشتغلوا بوتاكسي تركوا، حتى هجروا القرى صارت فارغه، تركوها وصارت اصلا بيوت، صارت بنوها الى، يا ريت نرجع مره اخرى نزرع. هذه المحاصيل الزراعيه هي بالعراق، سواء في الجنوب بالبصره وغيرها، او في المناطق الوسطى والجنوبيه وحتى الشماليه، العراق زاخر، كل محافظه هي تمتاز بمجموعه من الخضروات والفواكه وغيرها. فهاي فرصه ايضا انه احنا نشجع الفلاح، نقول له احنا ازرع هالسنه والسنه الجايه واحنا وياك وناكل محاصيلنا. أنا حكيتها قبل سنوات وأعيدها مرة أخرى، الكويت كانوا يجون خميس على جمعة إلى البصرة حتى يسوقون، لأنه ماكو مثل طماطة البصرة وماكو مثل أكل خضروات العراق، إحنا عندنا نكهة خاصة. والدليل أنتوا هسه ببيوتكم كلتنا وراح تقولون إيه صحيح، أي شيء مستورد ما بيطعم، البرتقالة ما بيها طعم، والطماطة ما بيها طعم، والتفاح ما بيها طعم، في حين العراق بنكهة خاصة، حتى الخضروات رأسا نعرفها هاي مو عراقية. فلذلك نحن ندعم الفلاح، ولازم تجي حكومة تدعم الفلاح بشكل كبير، بعد ما نعتمد على نفط، لازم نعتمد على أشياء أخرى، السياحة مهمة، الاقتصاد مهم بما فيه الزراعة، كلش مهم أنه نعتمد عليها، على الأقل محلياً، ونقدر إحنا نصدر ما يمكن تصديره، وأيضاً نمول المعامل، وبالتالي تقدر تصنع، إحنا شيء مترابط بشيء، وكل شيء سهل وكل شيء يمنه. اكو ناس تضطر تروح تجيب اشياء مواد اوليه من غير مكان حتى هي تمشي امورها، احنا كل شيء عندنا يمنه، الماي عندنا، الارض عندنا، الفلاح عندنا، الخبره عندنا، كلها عندنا موجوده. فنتمنى انه يكون هناك دعم، ونتمنى من الناس ايضا مثل ما قالت خلوها تخيس وخلوها تخرب وما تشترون،
احنا نتمنى انه نفس الشيء الفواكه والخضروات تروح، اذا مو عراقيه لا تشتريها، حتى احنا نجبرهم انه ما يستور ما يجيبون من برا من خارج العراق، لا ايران ولا السعوديه ولا الاردن ولا اي دوله. احنا نعتمد على محاصيلنا اللي ما عندنا من الممكن انه احنا نستورده. انا اقول لكم الخير جاي ان شاء الله، بس نحتاج الى التكاتف والتعاون، وانه احنا تكون عندنا نيه صادقه انه هناك خير جاي. فلذلك انا اما اشارك بهذا الخير وارجع واقول اللي ما فاهم اللعبه ارجوك اسكت وخلينا احنا نكمل المشوار ونهديك نهدي لك هذه المنجزات وعيش ويانا الخير والعطاء. اكيد هي هذه منجزات الثوره كثيره جدا، ومن ضمنها انه ارجاع الانتاج المحلي وبشكل كبير جدا في الاسواق العراقيه، ومثل ما شاهدنا هذه الصور استعرضوها الفلاحين. لكن تعليقا على موضوع النزوح من القرى وترك الاراضي الزراعيه بسبب حرب المياه وبسبب حرب الحكومه المحليه ووزاره الزراعه لكل الفلاحين اللي موجودين، واحنا حتى دارد نحكي على بس المياه فقط، فيراد لها ساعات طويله جدا حتى نفصل ما حدث في حرب المياه وخاصه للاراضي الزراعيه في المحافظات الجنوبيه، لانه الفلاح يعاني ويروح يلم فلوسه ويشتري له مولد، وبعدين انه يعاني حتى انه يلم فلوس مره ثانيه ويروح يشتري غاز حتى يشغل مولدات ومضخات وتوفر له المياه للقاع، لكن بعدها ايضا يواجه حرب البذور والاسمده اللي يبيعوها باسعار غاليه جدا، وما راح تصرف للفلاح اللي يزرع ويحصد وينزل السوق وهو محصوله تعبان. والشيء الثاني انه الحكومه ما شاء الله بعد 2003 انه قدروا ينطون انه الاراضي الزراعيه حولوها الى سكنيه وبداوا انه ينطوها وياجروها ويبيعوها، وصارت هذه المنازل السكنيه اللي كانت مخصصه للزراعه فقط او الاراضي اللي كانت مخصصه للزراعه فقط حولوها الى سكنيه وصارت بيوت وبتباع بمبالغ طائله جدا. نروح لبابل، وايضا بابل حالها حال بغداد، والثوره ما زالت مستمره لحد هذه اللحظه، وايضا دعم كبير جدا موجود من ابناء بابل لهذه الثوره، وابتكارات جديده، مواضيع ايجابيه جديده، صور، رسومات، منتديات، سينما في بابل، كل الاشياء الايجابيه اللي طبقت في ساحه التحرير انتقلت الى بابل وما زالت لحد هذه اللحظه مستمره. نروح نشاهد تفاصيل مهمه في بابل بعد ان نرجع لكم مباشره. حول تظاهرات تشرين وانتفاضة تشرين العظيمة التي سوف تستمر رغم كل المحاربة وكل الطرق والأساليب التي اتبعتها أحزاب السلطة وأحزاب الفاسدة أحزاب المحاصصة، لماذا تستمر الانتفاضة؟ أولاً هذه الانتفاضة هي عفوية وغير حزبية، هذا سبب رئيسي. ثانياً أن المشاركين في هذه الانتفاضة ومن الشباب بين 15 إلى 25، هؤلاء الشباب يمتازون بالجرأة والشجاعة وعدم الخوف مقارنة بكبار السن. هذه الانتفاضة البطلة سواء كانت في بغداد أو ساحات الاعتصام في بابل والبصرة والناصرية والنجف ستستمر، لأنها هدفها واحد، هدفها العراق، هدفها الوطن الذي استبيح من قبل الفاسدين، وحولوا هؤلاء الشباب هذه الطاقة الكبيرة من الخريجين والمهندسين وغيرها قاعدين بطالة لا يعرفون مستقبلهم. هذه الانتفاضة كل الطرق استخدموها، ابتداء باستخدام القناص، ثم الدخول قوات وميليشيات لقتل المتظاهرين أو تشويه التظاهرات، والآن في الفترة الأخيرة هي الاغتيالات والاعتقالات والاختطاف. والله احنا من أول يوم المظاهرات لحد الآن نعجين ونخبز ونطبخ وياهم، وإذا التنظيف احنا كادر مساء ننظف، وبكل شيء احنا ندعم العراق مو بس المتظاهرين. من بداية المظاهرات ولحد الآن، من 25 أكتوبر ولحد الآن احنا موجودين هنا، عائلة وحدة احنا هنا، كل احنا يعني ذولا ويلادي، شوفهم كل احنا هنا عائلة،
ما واحد يقصر بحق الثاني ولا نقصر بحق الوطن. خبز ووجبة طعام وتنظيف، تنظيف احنا ننظف من الصبح مرات الى ما عندنا اكل لليل نبقى بالتنظيف، وبيوم اللي اكو اكل نكمل نعجن ونطلع. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنبدأ بهم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى ثوار الحسين. اليوم هذه كلها ثورة حسينية. الإمام الحسين سلام الله عليه طلع ضد الظلم والفساد، وإحنا اليوم هم طالعين ضد الظلم والفساد. أنا اليوم جاي أخدم أخواني متظاهرين من أول يوم وإن شاء الله لآخر يوم، لحد ما يوم تراجعت عنهم، وهذا أبسط شيء مقدميه. إحنا جايين إحنا هنا نعجن ونخبز ونسوي أكل، ورا الغروب دا نطلع ننظف كل شيء دا نسوي لهم هنا، وأبسط شيء هذا بحقهم. شنو دعم لإخواننا المتظاهرين دهلا ما يرجعون، لأولادنا المتظاهرين دهلا ما يتراجعون، ما يحسون عندهم برودة أو فتشي ويرجعون، هذا أبسط ما كان مقدمي لهم. بدأنا بالعمل الفني من يوم 25 أكتوبر والتي هي بداية الثورة، حيث أقمت في البداية عملا للبوستر السياسي وفيه فضحت الفاسدين المتسلطين على أبناء شعبنا العراق العظيم، وكان معرضا شيقا حيث تضمن 24 لوحة فيه العمل، تناولت جميع الأعمال الفاسدة الذي قامت فيه الحكومة وقمت بتجسيمها. بعد ذلك في فترة تقريبا ما يزاهي أسبوع عملت جداريات، جدارية مساحتها متر في سمعة، وهي تمثل جدارية ساحة التحرير والتي تضاهي جدارية ساحة التحرير في بغداد للفنان الكبير جواد سليم. وكذلك عملت أيضا لوحة أخرى هي أيضا تمثل العمل والتظاهرات التي قام بها أخواننا المتظاهرين في رفض هذه الثورة والوقوف على جوانبها. وكذلك قمت بتنويع هذه الجدارية من حيث وضعت رموز لمحافظة بابل وجسدتها كذلك في الأعمال البطولية التي قاموا بها المتظاهرين. وبعد ذلك قمت أيضا بأعمال مستمرة خاصة في محافظة بابل، كذلك قمت أيضا بأعمال هي إبراز دور الدعم اللوجستي لأبناء محافظة بابل الكرام، حيث أخذت دور الصحافة وقمت بالإضافة إلى عمل الفني أخذت عمل بالصحفي، حيث قمت بتصوير الناس البسطاء. وهذه الثورة هي بها منعطف انه الفقراء هم الذين قاموا بهذه الثوره فقط، ولو ما استثني يعني بس العدد قليل بالنسبه، بس اكثرهم فقراء. إذا رجعنا لكم بعد ما شاهدنا استمرارية تظاهرات بابل والأمور الإيجابية كثيرة وبشكل كبير جدا، وإن شاء الله تبقى هذه التظاهرة أو هذه الثورة مستمرة بوجود الشباب الواعي المثقفة الحريصة على الوطن والمحبة للخير لأبناء شعبها سواء كان في بابل أو في كل المحافظات العراقية الثائرة، وبالتالي أنه الإيجابية بدأت تكثر مهما أنه حاولوا أنه يرفعون من مستوى السلبية في ساحات التحرير اللي موجودة في كل المحافظات العراقية، لا بل أنه إحنا كشعب واعي ومثقف أنه نخلي الإيجابية مستمرة وبشكل كبير جدا، لأنه اليوم هو الوعي قائد في كل ساحات هذه الثورة، وإحنا نشاهد أمور كثيرة إيجابية. أي حدث سلبي ده ينتشر يعني يكون له صدى واسع سواء كان في ساحة التظاهر أو على موقع التواصل الاجتماعي أو حتى في القنوات التلفزيونية، رأسا ما يصير حدث مغاير لما انتشر على موقع التواصل الاجتماعي ويبدي نقلة إيجابية في ساحات الثورة. نتمنى فعلا أن الإيجابية تكثر، ونتمنى أن الدعم يكون قوي ومساندة قوية لكل الشباب الثائرين اللي مرابطين
في ساحات هذه الثورة من يوم 25 ولحد هذه اللحظة، وأيضا ما ننسى بقية المحافظات الثائرة والمساندة والداعمة لكل المتظاهرين ولكل الثائرين ضد الظلم والفساد الأيام القادمة، إن شاء الله نشهد بها أمور إيجابية أكثر من اللي شاهدناه هذه اللحظة واللحظات الماضية. طيب نترك الأمور الإيجابية، نرجع لواقعنا المرير. نعرف أنه إحنا كنا في برنامج أهل المدينة ننقل الواقع وهموم ومشاكل، يمكن هذه الثورة أو الفترة الوحيدة اللي حكينا بها بالكثير من الإيجابيات، حتى الناس ملت في الفترة السابقة، قالت معقولة ماكو إيجابيات؟ الشعب عنده إيجابيات، لكن هذا في شيء طبيعي ضمن شخصيتنا. إحنا كنا نطلع السلبيات لأنه الجهة المعنية هي المسؤولة على تغيير هذا الواقع. فخلينا شوي نرجع كي لا ننسى، حتى نقولكم إحنا ليش طلعنا ثورة، حتى نقول إحنا ليش انتفضنا على نفسنا حتى نغير هذا الواقع. واحدة من الأمور المهمة اللي كل سنة في مثل هذا الوقت احنا نغطيها في أهل المدينة موضوع الفيضانات. مع أول مطرة، مع أول زخة المطر يكشف لنا الفساد، يكشف لنا عبث الحكومات المحلية خاصة بحياتنا. نروح للبصرة، مطرة بسيطة ساعات، يعني العالم ترى لأيام متواصلة يصير عندهم مطر قوي، احنا لساعات بسيطة وكأنما المطر قال، يعني أكو ناس نسيت تقول لك يا أبا إحنا مو عايشين، خلينا نرجع إلى حياتنا الطبيعية. فقالهم المطر حياة الطبيعية، اصطبروا لي أراويكم، أنتوا يبدو أنه أنتوا عاجبتكم الحياة الطبيعية اللي تحجون عنها، فراوانا الحياة الطبيعية. الجمعيات، من ضمن إحنا راح نشوف مقطع من منطقة الجمعيات، الناس في منازلها، إحنا راح هاي واحدة من في الزبير، أعتقد هاي في الزبير، الشوارع غرقانة، قضاء القرنة غرقان، نفس المناظر، الناس تمشي سياراتها طافية، الناس عبرت ما أعرف شلون مشت، الناس اللي راحت الدوام ما أعرف شلون راحت للدوام، وسطوا هم بشكل مأساة، دخل إلى منازلهم في منطقة الجمعيات، لأن أكو ناس من سألناهم قالوا مو كل المناطق، فقط المناطق الراقية ما صار بيها فد شيء، وكأنما ابن المناطق الفقيرة لازم إحنا ما نهتم له، الله بالمنطقة قديمة عادي لازم يتحمل، إحنا عايشين بالعراق المفروض لا ماكو فرق. فعيب من واحد نسأله يقول لا المناطق الراقية ما صار بيها فد شيء، لا فرق بين ابن المنطقة الفقيرة، بالعكس أنا هذا الصابر، هذا اللي هو ما عنده لا يملك في هذا الوطن لكن هو متشبث بهاي الأرض، هذا المفروض أنه أداري، لأنه ابن المنطقة الراقية هذا عنده فلوس من ممكن باكر عقبة يسافر ويطلع يقول لك أنا ألمن عايش في هذا الوضع، لكن هذا الفقير هو متشبث بهاي الأرض، هو ما عنده هاي الأرض، فالمفروض أنه أنا أكرمه حتى يبقى متمسك ويبقى يحب هذا الوطن. فما لنا علاقة بهم، هاي ناس الظهر تخاف تحكي، تخاف تقول أنه في البصرة هناك مأساة. في قضاء القرنة، قضاء بأكمل غرقان، الزبير بأكمل غرقان، مستشفى المدينة غرق، تخيلوا مستشفى، يعني الواحد اللي يجي مريض هو يدخل إلى مكان هو غارق بالمياه الآسنة، ما أقول أمطار، يعني تعرفون كل زين أنه إحنا المشكلة عندنا بالمجاري. هاي المشاكل الكبيرة أو هاي المشكلة اللي واجهتنا في يوم واحد بعد ساعات أمطار هي مشكلة، هي قطرة في بحر من مشاكل، فلذلك ثرنا. طبعاً الناصرية نفس الشيء، فاللي يتساءل ليش ثرنا وليش أنتوا هالشكل خابصين الدنيا وليش صاركم 3 أشهر معطلين الحياة، أقلنا معطلين الحياة 3 أشهر حتى نعيد عجلة الحياة لكم لسنين قادمة. فكر لبعيد، خلوا الله انطانا عقل حتى نفكر لبعيد، دائماً لا تفكرون اليوم مباشر، فكروا بعد 25 سنة، هذا الوطن إذا بقينا على هذا الوضع راح نتآكل وينتهي وبعد ما كفى شيء اسمه العراق. فعيشوا وابنوا لمستقبل قادم، إذا مو أنت تستفاد منه فأولادك وأحفادك. طبعاً كثير من المواضيع المهمة، وإحنا نتمنى طبعاً البلدية والجهات المعنية، مو معناتها أنه إحنا ثورة وماكو وطن وماكو دوائر وماكو محاسبة، تتركون الناس. الجمعيات صار لهم أسبوع يناشدوكم تعالوا سحبوا المياه، إحنا غرقنا عايشين بالسطح، ما حد جاي يلبي النداء، فطلعوا. محافظ البصرة ملتهي بغير أمور هسه، فإحنا نتمنى أنه تلتهي شوية بمحافظة البصرة، سحبوا الماي لأنه الناس عايشة في وضع مأساوي باعتبار ناس تداوم والطلاب يردون يداومون، فالمدارس أيضا غرقانة والشوارع غرقانة، خلي الطلاب، أمس شفنا مناظر طلاب واقعين بالأرض ويبكون على حالهم. يا أهالي دير بالكم على أولادكم، على الأقل وصلوهم، لا تخلهم بالطريق يمشون لوحدهم في هذه المأساة، غير أنه إحنا عندنا الأعمدة الكهربائية اللي تنتل بوقت المطار، غير عندنا الكلاب السائبة الموجودة، غير عندنا فتحات المجاري، اليوم هناك طفل وقع بفتحة مجاري وطلعوا جثته، يعني ما أعرف شغلكم، شو نتذكر من مشاكل، بس كي لا ننسى حتى لا تنسون، لا تصيرون بسرعة تنسون، اتذكروا الماضي المرير اللي لحد الآن هو واقعنا،
لازم نغيره، تكاتفوا تعاونوا حتى احنا نستطيع نسترجع هذا الوطن وبالتالي نعيش كنا في امان. هذا كل ما كان عندنا، وان شاء الله بالايام القادمه ناخذ بقيه المواضيع الايجابيه وايضا نرجع لفقره كي لا ننسى حتى نستمد القوه والاصرار. ونتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام وعلى وطن امن ومستقر وسعيد يحوي فقط ابناء الشرفاء في ملا. إذن وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم والى اللقاء.